السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان، أهلا بكم. صودا الخبز هي عنصر قوي ومتعدد الاستخدامات، يمكن أن يحسن الجمال بشكل كبير لأنه منتج جمالي طبيعي وقوي حتى الآن، ولديه قدرة طبية عالية فيمكنه علاج مختلف القضايا الصحية. أولا، مزيل هائل لرائحة العرق. استخدميه لصنع مزيل رائحة العرق الطبيعي الذي يحافظ على الإباطين دون بكتيريا لساعات طويلة. ما عليك سوى خلط بعض قطرات من الزيت العطري المفضل لديك مع 4 معالق كبيرة من صودا الخبز، ثم استخدمي هذه المجموعة على الإباطين لتدمير البكتيريا التي تسبب رائحة العرق الكريهة. أيضا يجعل بشرتك ناعمة جدا. ضيفي بعض صودا الخبز إلى بعض الماء والصابون وتدليك القدمين واليدين بالمزيج ترطيب البشرة، ثم اغسليها بالماء، سوف تندهشي من النتيجة. يجعل الأظافر صحية. ضعي مزيجا من 3 أجزاء من صودا الخبز مع 1 جزء من الماء على الأظافر لجعل الأظافر أكثر صحة، ثم اغسليها بالماء. أيضا ينعش التنفس. أضف 2 معالق من صودا الخبز إلى 1 كوب من الماء وحرك حتى يذوب، ثم قم بالغرغرة بالخليط لتدمير البكتيريا وعلاج رائحة الفم الكريهة وتطهير الحلق وتجويف الفم. كرر هذه العملية يوميا. يحافظ على شعر صحي ونظيف. يتم تزويد الشامبو والبلسمات التجارية بمواد كيميائية ضارة تدمر توازن فروة الرأس وتضعف الشعر، ومع ذلك مرة واحدة في الشهر استخدمي صودا الخبز بدلا من ذلك للحفاظ على صحة فروة الرأس والشعر. تبييض الأسنان. تحتوي أنابيب تبييض معجون الأسنان دائما على صودا الخبز. إذا قمت بخلطها مع بيروكسيد الهيدروجين فستحصل على عامل تبييض طبيعي قوي. استخدميه مرة واحدة في الأسبوع لتتجنبي تلف مينا الأسنان. هل كنت تعلم هذه الفوائد لصودا الخبز؟ هل ستبدأ في استعمالها؟ أخبرونا في التعليقات لاستخدامات أخرى لصودا الخبز. شكرا لكم على المشاهدة.